لا يفتقد النور إلا في الظلام، ولا تذكر الشمس إلا بعد مغيبها. رحل الكابتن هلال الحاج، الشاب الذي ربح جولات القتال في بطولات الكونغفو، لكنه خسر صراعه الأخير مع أمواج البحر المتوسط أثناء محاولته الهجرة سراً على متن قارب صغير من المغرب إلى أسبانيا. بعد أن أغلقت جميع أبواب أحلامه في وجهه داخل اليمن، ككثير من الشباب اليمني راودته رغبة في البحث عن مخرج إلى بلاد تتسع لأحلامه الكبيرة، رغم إدراكه أن بحاراً مضطربة وصحاريا شاسعة تفصل بينه وبين أوروبا التي صارت هدفاً لعيون الكثير ممن أحبطتهم الأوضاع في بلدانهم. ومن قارب البحر الصغير إلى تابوت الموت الأصغر كانت نهاية الرحلة. ليس هلال وحده من مات غرقاً في رحلة الهروب من هامش الحياة في بلاده إلى متن الموت في عرض البحر أو عرض الصحراء. سبق هلال بأشهر الصحفي الرياضي محمد الأهدل الذي لقي المصير ذاته، الموت غرقاً في نفس البحر قبل الوصول إلى نفس محطة الطموح، أوروبا أو إسبانيا بالتحديد. أصبح حلم الهجرة إلى أوروبا حلم كثير من الشباب اليمني المبدع والطامح، ولو كانت تكلفة ذلك الموت غرقاً أو حتى الوقوع في أيدي قطاع الطرق في الصحراء الكبرى. كثيرون غامروا وانطلقوا في رحلة أشبه بالسير برفقة الموت، لكنها في نظرهم أخف وطأة من البقاء في بلاد تأكل أحلامهم وقلوبهم.